علاقة متوترة تلك التي جمعت الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ وصول الأخير إلى السلطة نهاية عام 2022، لتأتي زيارة نتنياهو الأخيرة إلى واشنطن لتمثل دلالة جديدة على طبيعة هذه العلاقة، بل وامتدادها من الرئيس الأمريكي إلى نائبته كامالا هاريس التي قد تكون بعد 4 أشهر حاكمة البيت الأبيض. في لقاء امتد لنحو 40 دقيقة مع نتنياهو، جاء تصريح هاريس بأنها لن تصمت أو تغض الطرف عن المآسي في قطاع غزة كأبرز ما يبرهن على سياسة المرشحة المفترضة للحزب الديمقراطي تجاه الصراع الراهن. نائبة الرئيس الأمريكي ناشدت رئيس حكومة الاحتلال إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكدة أن الوقت قد حان لوضع حد للحرب المدمرة المستمرة منذ أكثر من 9 أشهر. مناشدة تجددت خلال لقاء لاحق لنتنياهو مع بايدن الذي أعرب عن الحاجة إلى سد الفجوات المتبقية وإنجاز اتفاق التهدئة في أقرب وقت ممكن، مع مطالبته بإزالة العقبات أمام تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع. ضغط بايدن ونائبته على الزائر الإسرائيلي لواشنطن اعتبره خصمهما الجمهوري دونالد ترامب قلة احترام، مؤكداً أن علاقته بنتنياهو لم تكن أبداً سيئة. كذلك في إسرائيل انتقد كل من وزير المالية بتسلال سموتريتش ووزير الأمن القومي إتمار بن غفير دعوات هاريس إلى وقف فوري للحرب، معتبرين أنه يتيح لحماس استعادة قوتها في قطاع غزة. ورغم توافقها مع الرئيس الأمريكي بشأن دفع تل أبيب نحو التفاوض لإنهاء الحرب، إلا أن مواقف هاريس الصريحة تتناقض مع سياسة بايدن الذي غالباً ما يفضل الضغط على إسرائيل من خلف الكواليس. وبين الضغط العلني من جانب المعسكر الديمقراطي والاحتواء من جانب المعسكر الجمهوري، نطرح التساؤل: بماذا عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي من رحلته إلى العاصمة الأمريكية؟